اهلا بحضراتكم مره تانيه. الفقره دي هنتكلم فيها عن دور المصنع والتاجر، دورهم في ايه؟ في توفير المنتج باسعار مناسبه للمواطن في السوق. الاسعار بتطلع بسرعه لما الدولار يبدا يطلع او لما نسمع ان هو بيطلع، وبعدين السلع ما بتستجيبش بنفس السرعه لما يبقى في تراجع في العمله الصعبه. نشوف التقرير التالي ونرجع نرحب بضيوفنا. حراك تجاري يشهده هذا المكان كل صباح تتقلب فيه أسعار الخضر والفاكهة. فعلى الرغم من إعلان وزارة التموين خلال الأيام الماضية عن طرح قائمة أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة، إلا أن الوضع هنا لا علاقة له بالأمر. لا، ما فيش أسعار استرشادية، هو هنا عرض وطلب، مجرد عرض وطلب. السوق القطة خفت في السوق بدون الأسعار، القطة زادت في السوق بدون الأسعار. الأسعار زي ما يستكل، الأسعار ما زادش زي ما هي. الكوسة من 4 لـ5 بمرضي الله ورسوله، الخيار بـ6 جنيه. البطاطس يبدأ من 2.5 لـ3 جنيه جملة، البصل يبدأ من 3.5 لـ4 جنيه البصل الجديد. النهاردة البرتقال أبو سرة من 4.5 لـ5.5 في السوق جملة. سفندي بلدي من 4 جنيه لـ6 جنيه جملة. تفاح البلدي 11.5 والسوري بـ12 جنيه. أول سنة نشوف إن الموز يركب 6 جنيه جملة من سوق الجملة من هنا. ما بين ارتفاع سعر الجملة وصولا إلى المستهلكين في الأسواق، يعاني البائع من تحديد سعر يحقق له هامش ربح عادل، ويرضي كذلك المواطن الذي تخلى عن أصناف أدخلها ضمن قائمة الرفاهية. الأسعار مولعة نار علينا وعلى المواطن كله. يعني تجار الجملة بيبيعوا الحاجة غالية، المواطن بدل ما كان ياخد منك 5 كيلو بياخد 0.5 كيلو. في ناس ما بتقدرش تشتري، في ناس تقول لك اديني بجنيه فلفل. يعني بسلة بـ5 جنيه غالية، برطمان بـ5 جنيه غالي، الفلفل والرومي بـ8 جنيه وبـ7.5 جنيه، بنبيعه بـ8 جنيه وبـ9 جنيه وبـ10 جنيه، بنبيع بـ10 جنيه. القطة الوحشة بـ50 جنيه، يعني القطة الوحشة عشان البياع يكسب فيها خلي بالك يبيعها بـ3 جنيه. طب ما وحشة. التفاح مش هشتريه، لما يعني اولادي، عندي اولاد طلبوا مني كذا مره فخدت 0.5 كيلو. يعني انت متصوره مثلا 0.5 كيلو، هم اطفال، واخد 3 حبات، كل طفل هياخد حبايه، انا والمدام مش هناكل. تدابير اقتصاديه اتخذتها الحكومه مؤخرا عول عليها الكثيرون لو انها تسهم في انخفاض الاسعار ولو قليلا، الا ان قانون العرض والطلب أصبح هو المحرك الرئيسي لأسعار باتت تؤرق التاجر والمواطن على حد سواء. داليا محمد، أون لايف. ده احنا هنا بنتكلم على الخضار والفاكهة، وادي حضراتكم عرفتوا الأسعار في الجملة ايه. طيب خليني بقى أرحب بضيوفي الأعزاء في الاستوديو. معانا في الاستوديو الأستاذ علاء البهي، وهو رئيس المجلس التصديري السابق للمواد الغذائية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. ومعانا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ عماد إناوي، وهو عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة. عماد بيه، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. خليني أبدأ مع حضراتكم، عايز وجهتين النظر. هبدأ مع حضرتك أستاذ عماد. عندنا جهاز حماية المستهلك في كلام عن مادة جديدة بتطرح أو بتتناقش لإضافتها للقانون علشان يحاولوا ينظموا شوية الوضع في السوق. عايز أخد وجهة نظر حضرتك. أنتوا طبعا ليكوا آراء في هذا المجال. هل إحنا كسوق حر أولا ينفع أن إحنا ندخل في تحديد أسعار؟ ولو ما ينفعش، إيه الآلية اللي ممكن نتناولها علشان ننظم منظومة الأسعار وإن الدنيا تهدى شوية؟ الأول بالنسبة للأسعار عامة، هي بتبقى عناصر تكلفة مؤثرة في أي تكلفة منتج. عناصر التكلفة دي هي الأساس، إن أنا أثبت سعر. لو أنا أستطيع إن أنا أثبت سعر الدولار لمدة 3-4 شهور في السوق الموازية، لأن معظم المستوردين أو كمنتج كامل أو بيستورد مستلزمات إنتاج، هو أوريدي من بين إن هو يبدأ الطلبية بتاعته لحد ما تخش عنده 3-4 شهور تقريبا، وبالتالي السعر متفاوت جامد جدا
هيقدر يحدد ازاي سعر تكلفة يتساوى فيها كل المنافسين. السعر بتقدر تأثر عليه باقتصاد حر، منع احتكار، زيادة المنافسة. التنافس هو اللي بيخلق سعر، إنما ندرة المنتج بسبب قرارات كتيرة قوي تمت خلال سنة ونص تقريبا أدت إلى النتيجة اللي احنا وصلنا لها حاليا، إن السعر عالي جدا. مجرد اهتزاز الدولار لمدة 10 أيام بيطالب السوق كله التاجر إن هو ينزل، رغم إن دي نتيجة سنة ونص تقريبا. فطبعا الآلية الوحيدة لتنزيل السعر هي توافر السلعة، شدة المنافسة، لأن التاجر في النهاية هو الملاصق الأخير للمستهلك، ودايما هو المتهم رغم إن هي معادلة كبيرة جدا. بس حضرتك بتقول يا أستاذ عماد، لتاجر تجزئة، حضرتك بتقول إن هو سعر العملة وإن دي نتيجة سنة ونص فاتت من القرارات وتغير في سعر العملة. طيب النهاردة قبل ما سعر العملة يزيد كان في زيادة في الأسعار، والتاجر مشتري بالأسعار القديمة، زود علشان أسعارها تبقى جديدة بالسعر الجديد اللي هيتم الاستيراد به. يعني عناصر التكلفة كانت قليلة والتاجر زود، دلوقتي عناصر التكلفة لما بتقل شوية طبعا الناس بتطالب إن الأسعار تنزل. ما انتوا يعني زودتوا على إشاعة وما بتنزلوش على واقع. دي حقيقة، وتم نزول أسعار، ولكن في نزول الأسعار في تحسس شوية هل سعر الدولار ده هيستمر ولا لا، وبالتالي معظم المنتجين والمستوردين نزلوا الأسعار في شكل عروض. عروض يعني إيه؟ مش عايز يلتزم بالسعر، فيقول لك مثلا 10 عليها قطع لأنه خايف إن التذبذب ده يطلع تاني، فمش هيعرف يقنع السوق بإنه يزود. أول ما يستقر السعر اللي هو يعني المؤثر الوحيد وهو الدولار في الحياة الاقتصادية بالكامل، لأن معظم احتياجاتنا للأسف استيراد، واتجاهنا للتصنيع اتجاه شكلي، لا يمكن أكون مصنع إلا لما صنع الآلة اللي هتصنع الأول. إحنا حضرتك أي مصنع بيجيب الآلة وبيستورد المهندس اللي هركبها له وبيستورد قطع غيارها، فهنصنع يعني لازم الكلام ده كله يكون توجه عايز مدة كبيرة قوي، مش عايزين نضغط الحلول في فترة بسيطة قوي. أستاذ علاء، ده يعني وجهة نظر التجار اللي هي يعني بيعتبروا آخر الحلقة قبل ما يوصل للمستهلك. حضرتك كرئيس مجلس تصديري المواد الغذائية سابقا وكمصنع، بيبقى في فرق كبير ما بين الأسعار في المصنع والسعر في عند التاجر في الآخر، عند المحل في الآخر. زي مثلا لما بتشتري من الغيط وتروح تشتري من عند الخضري أو الفكهاني، السلسلة الطويلة دي بتأثر تأثير كبير في السعر. هل النهاردة موضوع التكلفة ده فقط على موضوع العملة، ولا كمان عندنا السلسلة كلها لازم يحصل فيها تقليل أو ترشيد لغاية لما يوصل للمستهلك؟ عظيم. العملة هي جزء مهم، ولكن هو مش كل حاجة، وعمرها ما كانت كل حاجة، لأن مش كل المنتجات مستوردة أو حتى مكوناتها مستوردة. في مكونات مستوردة بسيطة في كل سلعة، إنما هذا لا يعني أن المكون كله أو السلعة كلها مستوردة. ده بالنسبة للصناعة. فخلينا نفرق بين حاجتين، بين الزراعة واللي هي المنتجات الزراعية اللي بتتباع في صورتها العادية، هي زي خام سايب غير مغلف وغير معبأ، تكلم كوسة، طماطم، يعني حاجات خضار بتاعنا والحاجات دي خضار وفاكهة، أو السلع اللي هي مصنعة ومعبأة في تعبئة خاصة. طبعا في فرق بين الاتنين جامد جدا. التحكم في سعر السلعة المصنعة أنا بقول لحضرتك بيتحكم فيها بعض عوامل، إنما ممكن إنك تعمل كنترول عليها. المشكلة زي. خلينا ناخد اللي هو ايه المصنع، نبدا بالمصنع. المصنعه بالتاكيد العرض والطلب هنا زي الثانيه بالظبط، زي الخام او الفريش بيلعب دور فيها العرض والطلب. في الصناعات انا عايز ابيع، انا عندي مصنع، المصنع ده بينتج هنفترض 1000 وحده او 100000 وحده، عايز ابيعهم. انا مش هقدر ابيع ال 100000 وحده دول لو انا اسعاري مرتفعه، اذا لابد اكون
متعقل جدا في وضع السعر، وكلنا بندرس الأسعار بتاعت السوق وتكلفتنا معاه. أنا لو كانت حتى سعر السوق 10 وأنا تكلفتي، أنا بضرب مثل 5، حاول أنا هبيع ب6 مش هبيع ب8 علشان المستهلك يجي لي ويشتري السلعة بتاعتي. هيهمني جدا إن أنا أدور المصنع بطاقته. أيوة بس ده حضرتك بتقول هتبيع ب6 كمصنع، ما أنت ما بتبيعش للمستهلك مباشرة. لا أنا ببيع المصنع للتاجر. للتاجر وأنا صح؟ عارف أنا حاسب حضرتك، بتبقى المصنع حاسب التاجر هيبيع السلعة بكام، أنا لازم أحسب سعر المستهلك كام اللي يستوعبه السوق والمنافسة في السوق شكلها إيه. وبعمل حسابي. يعني التاجر مش بمزاجه كده يرفع السعر؟ لا. يعني أنا النهاردة لو مشتري من حضرتك ب10 جنيه ما ينفعش إن أنا أبيع بأكتر من 11 جنيه ونص مثلا عشان يبقى 15%. في مارجن معين، يعني في نسبة معينة المصنع بيحددها للتجار ومتعارف عليها. يعني التاجر نفسه في عرف في السوق بعض السلع نسبة الربح فيها بتبقى 4-5% اللي هي السلع السريعة زي الرز زي السكر زي هذه السلع. يبقى التاجر عارف ان ربحه قليل بس السحب عليها كتير، السحب عليها جامد جدا فده بيعوضه وكمياتها كبيرة. بعض السلع اخرى تلاقي نسبة الربح فيها من 10-15% برضو حسب تواجد السلعة وحسب السحب اللي عليها. اقصى حاجه بتبقى 20-22% العرف 20 عشان تبقى عارف. بعض المحلات بتحط نسبه اعلى لان مصروفاتها اعلى وبتاخدها من المصنع ما بتاخدهاش من المستهلك. يعني انا بقول هذه السلعه سعرها 10 قروش خلينا في ال10 للمستهلك، يبقى انا هديها له بكام؟ هديها له مثلا ب8 زائد ضريبه المبيعات او ضريبه القيمه المضافه. هو ده الطبيعي. هو لما هيجي يعني داخل فيها الضرايب؟ لا زائد هتزود. لازم هزود، عايز ابيعها باقل هنزل بالسعر ل7.5 اقول زائد الضريبه. هو نفس الحكايه، هو بيحسب تكلفته كام من غير الضريبه وبيبيعها للمستهلك بالنسبه اللي متحدده اللي هي من 15-20% في معظم الاحوال وبيبيعها بهذا السعر، او بيبقى عنده عايز يعمل تخفيضات عشان يسرع من الحركه جوه المحل. هو حر بس المهم ما يزودش. لا ما بيزودش لان طيب. متعارف سعر. لا حضرتك بتقول لا ما بيزودش، بس هو الواقع اللي احنا حاسينه انه بيزود او اللي احنا فاهمينه انه هو بيزود. خليني اخد من كلام حضرتك في الجزء اللي حضرتك قلت فيه ايه، العرف في السوق بيقول ان ما يزيدش عن 20%. العرف في السوق، كلمه عرف دي معناتها المتعارف عليه اللي بيتعامل فيه السوق، اللي هو بيصبح قاعدة سوقية إذا جاز التعبير، قاعدة يعني إيه مزبوط. بتطبق في السوق. إنما النهاردة لما يجي جهاز حماية المستهلك دلوقتي هو بيناقش مع المصنع ومع التاجر إن يبقى في أسعار تتحدد إذا جاز التعبير، يعني في آلية ما هتتعمل علشان تتحط في قانون ينطبق على الكل إنه يمشي عليها. هل حضرتك عندك قيمة مضافة لهذا الموضوع؟ عندي. اتفضل. خلينا نقول ان من المستحيل تحديد سعر سلعة ما عن طريق اي جهاز في الدولة. اللي بيقدر يحدد سعر السلعة هو منتج هذه السلعة. وزي ما اتفقنا اي منتج عايز يبيع سلعته لو كان تقديره للسعر اعلى من السعر اللي المفروض يكون بيه في السوق هذه السلعة لن تباع وبالتالي هترجع له. مش هينافس. مش هيشتغل، مصنع هيقف. فاذا ده مستحيل. هنا العرض والطلب هو اللي بيتحكم، وكل مصنع وكل شركه ادرى بتكلفتها وحاله السوق شكلها ايه وهتقدر تبيع بكام وبتحدد السعر. انما القرار ما هواش ملزم بسعر محدد، لا القرار بيقول حط سعر السلعه على العبوه. انا بتكلم على السلع اللي هي المغلفة أو المعبأة أو تلاجة أو شيء من هذا القبيل، يبقى هذه السلع يفضل أن يتكتب سعرها عليها. أنا ببيع التلاجة دي هنفترض ب2000 جنيه، يبقى هي سعرها 2000 جنيه معروفة شاملة ربح ومصروفات التاجر. تبقى زي لما بنشوف في الأدوية مثلا. زي الأدوية بالضبط. فيعني الادويه كيس مختلف عن لا انا قصدي يعني السعر المحطوط يعني سعر محطوط شامل المكسب العلبة بتاع العلبه تاخدها عليها السعر النهائي للمستهلك متضمنه مصروفات الصيدليه وخلافه وسعر العلبه اللي جايه له من المصنع.
نفس الكلام ده على السلع الصناعية أو المواد الغذائية المغلفة المصنعة. فهو ده اللي أنا بقوله. يعني ينفع يتطبق؟ ينفع يتطبق إن نحط سعر السلع، لأن المصنع بيبقى عارف وعايز يبيع السلعة دي بعشر قروش، مش عايز يبيعها باتناشر، هو عارف إن الدفعة اللي طالعة دي هتتباع بعشر. ده بالنسبة للمصنع. خليني أروح للتاجر. اتفضل أستاذ عماد، حضرتك سمعت الكلام اللي اتقال دلوقتي من قبل الأستاذ علاء، هل حضرتك النهاردة التجار يوافقوا على المنظومة دي؟ التاجر يوافق لأنه عنده مشكلته طول عمره أنه هو متهم مع المنتج والمستورد أنه بيبيع بأقل من السعر اللي المفروض ما يبيعش بيه. ده عام، يعني ده اعتقاد عام في كل منتج، بيقعد يعني يشد مع التاجر على أنه ما ينزلش عن السعر اللي هو عامله للليستة. هي زي سعر الليستة بالظبط لأي مصنع ولأي منتج، ولكن وجودها على الكرتونة هو حل بسيط لكنه يستحيل التنفيذ. ليه؟ لأنه هو في مدخلات كتيرة قوي بتأثر في السعر يومي يومي. فلو هو منتج كل مستلزماته مصرية يبقى في الحالة دي ما عنديش مشكلة، إنما منتج بيخش فيه أجزاء فيها استيراد، يعني فيها تأثر، فيها جمرك بيزيد ويقل يوميا، في متمن لسلعة يقبل السعر أو يزود 10% أو 20%، ده جمركنا كده، مفيش حاجة ثابتة. وبالتالي كل سلعة، يعني كل يوم للسلعة الواحدة لو داخلة بثلاث أربع خمس أسعار، وبالتالي يستحيل تنفيذ القرار السهل البسيط إن نكتب على الكرتونة. كتاب على الكرتونة تجوز في منتج 100% مستلزماته مصرية، هرفع القبعة وأقول لحضرتك هتلاقي التاجر النهائي بيبيعه أقل من سعره، لأن المنافسة مع التجار هي اللي بتنزل السعر. ومشاكل كبيرة جدا بين المنتجين والتاجر إن هو ما بيلتزمش بالسعر العالي عشان المنافسة وعشان مصاريفه وعشان مبيعاته وسحبه من الشركات ده يبقى كبير، بيفرط في جزء كبير قوي من أرباحه. ودي مشكلة يعلمها المنتج كويس جدا جدا جدا. فأنا بقول القرار سهل، تطبيقه صعب جدا. رأي حضرتك لأي منتج دخله مدخلات خارجية احنا هنا بنتكلم على سعر السلعة في المحل التجاري، مش بنتكلم على سعر السلعة في المصنع وعند المستورد. أنا النهاردة كمصنع، أنا جبت خاماتي وصنعت السلعة وأنا عارف وهي طالعة من باب المصنع دي تكلفتها كام، هوصلها للتاجر عشان يبيعها بسعر أنا حطه عليها طبقا لتكلفتي، يبقى التاجر ما يزودش هنا. إنما لو زاد سعر الاستيراد لبعض الخامات هيحطه إزاي؟ إيه الآلية اللي هيحط عليها السعر؟ أنا مع الآلية هي تكلفة الإنتاج، حتى لو كان فيها بعض الخامات المستوردة تكلفة الإنتاج هي اللي بتحدد لي السعر. على كرتونة ولا على إيه؟ ثواني يا أستاذ، على العبوة على ولا لسه بيبيع بيها؟ طيب النهاردة حضرتك استوردت المادة الخام، إن إحنا عندنا مشكلة إن معظم الحاجات حتى اللي بنصنعها في مصر في حاجات لازم في العالم كله، في العالم كله في يعني ما فيش حاجة اسمها 100% مصري، يعني في خامات مستوردة. هو النهاردة اللي الأستاذ عماد بيقوله الخامات دي بيتغير سعرها كل يوم عن اليوم اللي قبله بسبب التذبذب في سعر العملة وفي سعر الدولار الجمركي ومدخلات العوامل الأخرى اللي بتأثر في المدخلات. فحضرتك النهاردة لما تيجي تنتج كمصنع بتنتج الانتاج بتاع اليوم، يبقى انت كل يوم هتغير سعر على الكرتونه؟ لا مش كل يوم، ما بيحصلش كده طبعا. اتفضل. بنغير الاسعار مرتين ثلاثه في السنه لو في زياده في الاسعار الخامات، انما ما فيش مصنع في الدنيا بيغير اسعاره اسبوعيا، ما بيحصلش الكلام ده. انما انت بتغير على مرتين ثلاثه في السنه طبقا للاحوال، حتى لو الاسعار تقريبا زادت عليك انت بتستمر بالسعر القديم لفتره. انا عايز اقول ان اللي بيحدد التكلفه واحد من اثنين، اما المنتج أو المستورد، لأن هم دول الاتنين اللي بتأثروا بالأسعار وبالتكاليف. أنا وصلت السلعة لحد تاجر التجزئة أو تاجر الجملة، وصلتها له خلاص،
يعني ايه سعر الدولار زاد فالخامه هتزيد فانا هزود السعر. انت كتاجر مالكش دعوه، انت واخد مني بالسعر ده. انا حطيت له السعر في المصنع وانا عارف السعر ده هيتباع كويس في السوق، مش من حقه ان هو يزوده. وعلى فكره ده ما بيحصلش، ان هو التكلفه عليه اللي هي جايه لك من المصنع. في فاتوره بتقول له التكلفه للعلبه ديت 10 قروش، هبيعها ب 12 قروش. يعني هو كده يا استاذ عماد بيقول لك ايه؟ بيقول لك سيب لنا احنا الموضوع ده، احنا نتصرف فيه. هستاذن حضرتك، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا. خليكم في اسواق واعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيوفنا النهارده معايا في الاستوديو الاستاذ علاء البهي رئيس المجلس التصديري السابق للمواد الغذائيه، والاستاذ عماد قناوي عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. استاذ عماد، لما طبعا يعني حضرتك قلت ان انتوا دايما متهمين بزياده الاسعار، طب دلوقتي الفكر اللي موجود دلوقتي لما تيجي تقعد مع حد من جهاز حماية المستهلك، اللي هو في كلام دلوقتي على إعداد مواد في القانون لتنظيم السوق إلى حد ما، تنصحه تقول له إيه بحيث إن احنا نوصل لمنظومة التاجر يستفيد والمصنع يستفيد وأهم حاجة المواطن يستفيد؟ أهم نصيحة أقولها دايما إن أي قرار لابد قبل أن يتخذ في فترة ما تكونش استثنائية. لابد أن نعترف أن خلال الفترة دي هي تعتبر فترة استثنائية لجيل من التجار ما شافش هذا الأمر قبل كده، وجيل من المستهلكين ما شافش أن ممكن 200% أو 250% أسعار تزيد بسبب العمر. فده ظرف استثنائي، عشان أعمل قاعدة في الظرف الاستثنائي ده أنا شايف ده سلبيات وأكبر من إيجابياته بكتير قوي. لابد ان احنا علشان نبدا شيء زي ده، احنا كتجار على فكره ده في مصلحتنا جامد جدا جدا جدا، ولكن اشك ان المنتج والمستورد يقبل هذا او يستطيع انه يعمله. القصه التاجر مش في ايده الامر، هيجي له بيع ب 2000 جنيه ثلاجه، هيبيعها ب 2000 جنيه مكسبه موجود، ما عندوش مشكله، بل بالعكس ممكن يبيع اقل علشان المنافسه. فالامر لا يهم التاجر قوي، انما المشكله عند الصانع والمستورد. وبعدين الصانع نفسه بيصنع ثلاجه وعنده منافس مستورد ثلاجه، طب اللي بيستورد هيكتب ازاي لما هو بتتعمل الكرتونه
وبيدفع مستلزمات وبيدفع جمارك، آخر خطوة هو أن يجي يبيعها. هل هيلزق استيكر يستطيع كل تاجر يغيره ونخش تاني بغش تجاري؟ فأنا بقول للقاعدة لابد أن احنا لما نيجي نعملها يكون في وضع مش استثنائي. أنا دي وجهة نظري الشخصية. طيب أنا في حاجة كانت لما حضرتك بتتكلم وبتقول الكلام ده على موضوع الأسعار وأن في جيل ما شافش، حز في نفسي قوي مرة كده كنت بشتري حاجة ولقيت الراجل صاحب المحل حاطط المنتج اللي أنا عايز أشتريه، فبقول له ده بكام ده؟ قال لي ده بنقول مثلا 10 جنيه وده ب 13 جنيه. قلت له ما هو هو. قال لي آه بس ده أنا كنت جايبه بالسعر القديم وده جاي بالسعر الجديد، فهو من نفسه فرق الوازع. ده تاجر صادق. ده تاجر صادق. ها مش كده؟ ونفسنا طبعا ان كل صادق. التجار كل التجار في مصر يبقوا تجار صادقين، يعني ده مهم. فده عامل من العوامل الرئيسيه. حضرتك لما تيجي استاذ علاء الاسواق انا هرجع لحضرتك تاني يا استاذ عماد. لما تيجي تدي نصيحه لجهاز حمايه المستهلك والحكومه المصريه تقول لهم النهارده علشان الأسعار ترجع تاني في متناول يد المجتمع المصري وعشان نقلل من الضغطة اللي على الأسرة المصرية نعمل إيه؟ أنا بشوف أن هناك فرق زي ما قلنا بين السلع الزراعية والسلع المصنعة. السلع الزراعية يبقى أول حاجة فرقوا بين الحاجتين، لازم نفرق أول بين حاجة. الاتنين لأن التحكم في السلع الزراعية نحدد لها سعر صعب، لأن في مواسم الجو بيبقى كويس، الانتاجيه للفدان بتبقى كويسه ومريحه للفلاح، وفي كسره من المنتج، فهنا العرض والطلب هيؤدي الى انخفاض السعر. في بعض الظروف عند المزارع برضو لازم احميه واقول والله ده المواد زي المبيدات الحشريه والاسمده ارتفاع، في حصل ارتفاع في اسعارها، وبالتالي هو بيزود لان الاسعار لان التكلفه زادت عليه. هنا مدخلات برضو، فدي مدخلات. فاللي انا عايز اقوله هنا في الحاصلات الزراعيه العملية صعبة جدا، ما نقدرش نعمل زي زمان ونقول والله احنا تسعيرة جبرية، لا مفيش تسعيرة جبرية. ما انت اخترت سوق حر. اه بالظبط كده، فمفيش تسعيرة جبرية. وهنا العرض والطلب هو اللي هيتحكم في الخضار والفاكهة، اللي انا عايز اقوله انها سريعة التلف. وبالتالي التاجر عايز يبيعها لان لو قعدت عنده هيخسر نسبة منها 10 15 25%. فهو لازم يخلص منها، وبالتالي لابد ان هو ما يزودش اسعارها والا مش هيعرف يبيعها عدل، هيبقى الاستهلاك عليها ضعيف، وبالتالي ممكن تخسر جزء منها عنده وده يؤدي الى خساره. انا بتكلم على السلع الطازجه خضار وفاكهه. تعال نتكلم على السلع الصناعيه. السلع الصناعيه انا بقرا طالما انها وصلت عند التاجر هنا الاعلان عن سعرها امر جائز. وانا بقول الاعلان ثلاجه، انا مش هكتب على الثلاجه سعرها، انما في اعلان في المحل الثلاجه موديل كذا كذا ادم ده سعرها كذا، وده المنتج بيحط هذا الكلام، والمنتج بيبقى عاطي هذه الاسعار لتاجر التجزئه فعلا، فهو بيبقى عاطي له الاسعار اللي هيبيع بيها بمارجن او بنسبه ربح معقوله للتاجر. زي ما قال الاستاذ عماد ده ممكن التاجر يخفض عشان يبيع، بدل ما يبيع يكسب فيها 200 جنيه يكسب 150 جنيه بس شيل الثلاجه ويمشي عشان هجيب غيرها. وده بيحصل على فكره كتير جدا بالذات في السلع اللي هي المعمره او غيرها من السلع. بالنسبه للصناعات الغذائيه والسلع المغلفه المعبعه فدي معظمها بيبقى معلن عن سعرها. يعني انا شفت في ارتفاع سعر الدولار وارتفاع التكلفه مصانع كثيره كانت هاديه جدا في ارتفاع السعر، محدش رفع في الاول، الكل استنى لفتره معينه لحد لما استقر السعر وكان فيه زياده، فبدأنا نقول طب والله الزيادة هتبقى في حدود كذا عشان أغطي فرق التكلفة بعد ما انتظرنا فترة، وده الطبيعي جدا في السلع الصناعية. والسوق كان متقبل على فكرة هذه الأسعار، والزيادة لما حصلت تقبلها السوق برضو بسهولة، لأن السوق والتجار بيرفضوا لو كانت الزيادة كده عشوائية. يعني أنت بتفضل أن الأسعار تبقى موجودة عند التاجر مش على المنتج؟ لا، وعلى المنتج عشان المستهلك يبقى عارف ليه. لا أنا ما عنديش مانع، ده يسهل من منظومة الرقابة على السوق؟ اه طبعا ليه لا؟ على فكرة مش كل التجار بتعمل كده، معظم التجار بتبيع السلعة طبقا للسعر اللي جاي لها. يعني أنا عايز أقول مش عايز أشكك في ده،
لا، التجار بتلتزم فعلا بسعر السلعه لان المحل اللي جنبه هيبيعها بسعر اقل منه، وبالتالي هو مش هيبيع فما بيحصلش. دايما استاذ عماد بيبقى في السلسله بتبتدي من المصنع طبعا زي ما حضرتك عارف، وبتوصل لغايه حضراتكم كتجار. في ساعات التجار بتقول والله الناس اللي بتجيب لنا البضاعه هم اللي جايبين السعر، هم اللي معليين السعر. انا اللي يهمني المنظومه ازاي انها تترشد بحيث انها تبقى معقوله، وفي نفس الوقت يبقى كمان في نوع من انواع الرقابه، سواء رقابه بقى من اجهزه رسميه او رقابه شعبيه، بس تبقى في منظومه نقدر نعتمد عليها. حضرتك شايف ده يتعمل ازاي؟ انا شايف ان اي مشكله علاجها ان اطراف المشكله بالكامل لابد التحاور معاها، بحيث يطلع قرار بعد معادله مدروسه بشكل كويس. ومن اهم الاماكن دي او المؤسسات دي هي الغرف التجاريه، بتحتوي على 70 شعبة تقريبا كل المهن، وبالتالي اقتراحاتها مهمة جدا. دي جهة كتاجر، جهة أخرى اتحاد الصناعات كصانع كمستورد هو برضو داخل مع الغرفة التجارية. فالأطراف كلها كحماية مستهلك، هو في النهاية التاجر هو مستهلك لآلاف السلع، فما يضروش أي قرار يطلع يكون فيه إيجابيات على السوق، مش هيضر الكلام ده. ولكن لازم التحاور قبل اتخاذ قرارات بتكون سريعة جدا، سلبياتها بعد إقرار القرارات دي بيبقى أكبر بكتير جدا من الإيجابيات. أنتوا كغرفة تجارية تم اتخاذه كغرفة تجارية، حضرتك شايف التجار عندكم، انت غرفة تجارية غرفة القاهرة، التجار عندكم هل في نقاش معاهم حوالين موضوع الأسعار ده، وإزاي يبقى في مبادرة من جانبكم لتقليل الأسعار؟ أكيد أكيد الغرفة التجارية فيها اجتماعات شعب. المشكلة حضرتك المستهلك لا يمكن يتصورها، إن التاجر هو في شراءه من تاجر الجملة وتاجر الجملة في شراءه من المنتج أو المصنع هو زي المستهلك بالظبط، نفس المعاناة. رأس ماله قل جدا بـ 40% تقريبا، السلع السوق عشان زيادة الأسعار بقى ضعيف جدا، عنده تكاليف وعنده عمالة مش قادر يتحملها، فهو أعباؤه اكبر بكتير جدا من اعباء اللي عايز يحوز السلعه، هو أعباؤه كتيره لان ده مشروعه. فالاجتماعات في الغرفه بتبقى كتيره جدا للمواضيع دي، ان هم يعملوا ايه، ممكن هل قرارات الشراء في الوقت الحالي مهمه، هل الدولار ممكن يقل اكتر من كده، هل الصرافه هي المؤثر في سعر الدولار، كل المناقشات دي علشان يشوفوا قرار شراهم من المنتج يكون سريع ولا ينتظروا شويه لانه بيخزنوا وما في سوق اصلا. انت كنت بتقول لي من شويه يا استاذ عماد كتير جدا من مشاكل المستهلك. استاذ عماد انت كنت بتقول لي من شويه، قلت لي ان السوق الموازيه، ان عناصر التكلفه وتثبيت سعر الدولار، وان علشان الدولار اللي بيتجاب من السوق موازيه، هو لسه في سوق موازيه؟ يعني النهارده التاجر ما بيلاقيش دولار طبقا للكلام اللي احنا سمعناه من رؤساء بنوك حكومية، ما فيش حد مستني في القوائم منتظر يحصل على دولار من البنوك الرسمية او الغير رسمية. الكلام قد يكون صحيح في مجال غير مجالي وهو السلع الغذائية قد يكون يعني، انما لما نيجي نشوف تدبير الدولار في البنوك لأولويات، الأولويات يمكن ما بتوصلش خالص لاستيراد السلع ولا مستلزمات السلع تقريبا اللي هي مش استهلاكية يعني، مش أساسية. السوق الموازي هيفضل مستمر. مش يعني التلاجة ما تعتبرش أساسية في عرف البنك المركزي، تكييف مش أساسي، خلاط مش اساسي، بس هي دي صنعت ناس كتيره في السوق، فكون ان هو مش اساسي كتعريف الا انه اساسي بالنسبه للتاجر او المستورد. استاذ علاء طب ما انا عندي النهارده دولاره
انا عندي النهارده يعني زي ما بيقول الاستاذ عماد في حاجات مش اساسيه طبعا، يعني برضو بيبقى في وازع كده ان الواحد عايز يساعد، يعني يقول ايه المسؤوليه المجتمعيه، يعني تكييف من عندي تكييف مصري، ثلاجه من عندي ثلاجه مصريه، يعني الحاجات اللي انا اقدر ايه اعتمد عليها هنا في مصر. فبالتالي البنوك زي ما بيقول الاستاذ عماد ليها اولويات، وده مستمر، واعتقد ان في كلام على تغيير هذه المنظومه في القريب العاجل لما الدنيا تتظبط. هل ده نقدر نقول انه عامل مساعد ولا عامل طارد اذا جاز التعبير؟ خلينا نقول النظام الحالي ماشي ازاي بالراحه كده. النظام الحالي ماشي النهارده ان اي استيراد بيتم سواء لالات، قطع غيار، مستلزمات انتاج يعني خامات، انها لابد انها تتم عن طريق البنوك المصريه. يبقى انا النهارده اولا ما اقدرش اودع في البنوك المصريه دولار عشان افتح بيه اعتمادات عشان استورد متطلباتي من الخارج من خامات او قطع غيار او الى اخره. لا، ده انا لازم اطلب من البنك تدبير هذا النقد. طيب ايه اللي حصل في الوقت الاخراني ده لما الاسعار الدولار بدات تنزل؟ ان ما في مستورد لآلات أو قطع غيار أو مستلزمات إنتاج أي إن كان هذا المنتج إلا لما توافق له من البنك ودبر له العملة بمعرفته واتفتحت الاعتمادات أو تم تدبير العملة. أنا حصل معايا أكثر من مرة في اليوم التالي، يعني أنا قدمت النهاردة كمان. أنا بقول لحضرتك تاني يوم أنا تاني يوم بيكلمني البنك جات لك موافقة على المبلغ كذا هنطلعه بكرة. إذا وده اللي خلى سعر الدولار أو سعر الدولار مقابل الجنيه إنه ينخفض وانخفض بنسبة الحقيقة كويسة جدا وكلنا سعداء بهذا الانخفاض. طبعا هناك قلق، طبعا سمعنا إن السوق الموازية بدأت تتحرك. طب النهاردة في قرارات إن هناك استمارات معينة مطلوبة عند الاستيراد لأي سلعة لابد من تقديمها إلى الجمارك عشان تفرج عن هذه البضائع من البنك، معتمدة من البنك هذه الاستمارة بتقول ان تم تحويل هذا النقد عن طريق البنك. قيمة الفاتورة بالكامل، فاتورة تمنها 10 قروش، تمنها 100,000 جنيه، 100,000 دولار، يبقى ال 100,000 دولار دول تحول يعني عن طريق البنك. يعني انا النهاردة لو انا قطاع رسمي، لو انا شغال في النور قطاع رسمي بدفع ضرايبي وتأميناتي وكل الكلام ده ما عنديش مشكلة، وانا كمصنع ما عنديش مشكله ان انا ادبر العمله، انما اللي عامل بلبله هو القطاع الغير الرسمي. يبقى انا كمواطن عليا مسؤوليه ولا معليش مسؤوليه؟ عليا مسؤوليه ان انا لا اتعامل مع الغير رسمي. ما انا بقول لحضرتك احنا كلنا النهارده مش عايزين نتعامل مع الغير رسمي. انا استاذ عماد حضرتك شايف ان القطاع المواطن ليه دور ان هو يقنن هذه المنظومه برضو؟ أكيد المواطن يكون عنده ثقافة إنه يقنن الكلام ده، ولكن أنا سامع حاليا إن في مسوغات للجمارك إنها تقول إنه التحويل تم من عندي، فعلا بيتم من عندها، ولكن المستورد هو اللي أودع الدولار. وإنما زي ما بيقول آخر كلمة للأستاذ علاء، اتفضل يا فندم. لا طبعا انا ما حطيتش بعد هذه القرارات، انا ما حطيتش دولار في البنك. يعني انت طلبت دولار وانت ما عندكش مقابل نقد بالجنيه المصري تم خصمه البنك بالحساب. الاستاذ علاء البهي رئيس المجلس التصديري السابق للمواد الغذائيه، اسعدتنا بوجودك معنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ عماد قناوي عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره، اسعدتنا يا فندم بوجودك معنا. المنظومه هنلاقي لها حل وهتتظبط، واعتقد مش بس التاجر والمصنع والحكومه، واحنا كمان برضو نلعب الدور اللي المفروض نقوم به. بشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق واعمال.